حل هذا النظام من المعادلات ومادة أخرى لدينا ثلاثة معادلات بثلاثة متغيرات، ومن الضروري أن نجد أين تتقاطع هذه المستويات الثلاثة في هذه الأبعاد الثلاثة لنقوم بحل هذا. دعونا نقوم بحله بواسطة الحذف، وإذا أردنا أن نقوم بحذف المتغيرات إذن ستبدو وكأنها ولدينا زي ولدينا 2زي 5زي. فإذا قمنا بتوسيع النطاق هنا، إذا قمنا بضرب هذه المعادلة الثالثة بزائد 2 ليصبح هذا ناقص 2زي ليتم حذفه مع هذا زائد 2زي، وإذا قمنا بضربها بخمسة فنحصل على ناقص 5زي ويتم حذفها مع 5زي الموجودة هنا. لذا دعونا نقوم بحذف الزي أولا. إذا دعونا نبدأ بهذه المعادلة الأولى، سأقوم بإعادة كتابتها. لدينا x زائد 2y زائد 5زي يساوي ناقص 17، وحتى نقوم بحذف الزي سأقوم بضرب هذه المعادلة بخمسة، إذن سأقوم بضرب هذه المعادلة بخمسة، إذن 3x ضرب 5 تساوي 15x، وy ضرب 5 إذن زائد 5y، ومن ثم ناقص z ضرب 5 تساوي ناقص 5z، وهذا كان الهدف من الضرب بخمسة، وتساوي 3 ضرب 5 والتي تساوي 15. ومن ثم إذا قمنا بجمع هاتين المعادلتين سنحصل على 15x زائد x وتساوي 16x، 2y زائد 5y يساوي 7y، زائد 5z ناقص 5z، إذن هذان سيتم حذفهما وهذا سيساوي ناقص 17 زائد 15 ويساوي ناقص 2. إذن لقد استخدمنا كل من هذه المعادلة وتلك المعادلة وحصلنا على معادلة لديها فقط x وy. لذا دعونا نقوم بنفس الشيء، أي نقوم بحذف الزي ولكن هذه المرة باستخدام هذه المعادلة وهذه المعادلة. إذن سأعيد كتابتها هنا. لدينا 2x ناقص 3y زائد 2z يساوي ناقص 16، وقد قمت بإعادة كتابتها. وحتى نقوم بحذف هذه الزي دعونا نقوم بضرب هذه المعادلة باثنان، دعونا نقوم بضرب هذه المعادلة باثنان وحتى يصبح لدينا ناقص 2z هنا وتحذف مع ناقص 2z. إذن 2 ضرب 3x تساوي 6x، و2 ضرب y زائد 2y، ومن ثم 2 ضرب ناقص z هو ناقص 2z، وذلك يساوي 2 ضرب 3 ويساوي 6. والآن نستطيع أن نجمع هاتين المعادلتين، 2x زائد 6x يساوي 8x، ناقص 3y زائد 2y يساوي ناقص y، وهذان يتم حذفهما وهذا سيساوي ناقص 16 زائد 6 يساوي ناقص 10. إذن لدينا الآن معادلتين بمجهولين بعد أن قمنا بحذف الزي. دعونا نرى إذا أردنا أن نقوم بالحذف مرة أخرى، فلدينا هنا ناقص y ولدينا هنا زائد 7y، ويمكننا حذف الy إذا قمنا بضرب هذه بسبعة، ومن ثم نقوم بجمع المعادلتين. لذا دعونا نقوم بذلك، أن نضرب هذا بسبعة، وسبعة ضرب ثمانية 56، إذن 7 ضرب 8 تساوي 56، 56x ناقص 7y ناقص 7y يساوي 7 ضرب ناقص 10 يساوي سالب 70، يساوي سالب 70. والآن يمكننا أن نجمع هاتين المعادلتين، وأنا أحاول أن يتم حذف الy. إذن لدينا 16x زائد 56x يساوي 72x، وهذان يتم حذفهما ويساوي ناقص 72 تساوي ناقص 72، أي ناقص 2 زائد ناقص 70، ونقسم كلا الطرفين على 72 ونحصل على x تساوي سالب 1، ومن ثم نعوض ذلك لإيجاد قيم y وz.
لنعود إلى هذه المعادلة الموجودة هنا، 8x ناقص y يساوي سالب 10، وإذا كانت x تساوي سالب 1 هذا يعني أن ذلك يساوي 8 ضرب سالب 1 أو ناقص 8 ناقص y يساوي سالب 10، ويمكننا أن نضيف 8 لكلا الطرفين، إذا لدينا الآن ناقص y يساوي سالب 2، أو يمكننا أن نضرب كلا الطرفين بسالب 1، فيصبح y تساوي 2، إذن x تساوي سالب 1، y تساوي 2، والآن علينا أن نهتم بz، ومن ثم نعود ونعوض في أي واحدة من المعادلات الموجودة هنا، لذا دعونا نقوم بالمعادلة الأخيرة، فإذا عدت وعوضت هذه القيمة هنا لدينا 3x وهي 3 ضرب سالب 1 زائد y وهي 2 ناقص z يساوي 3، إذن سالب 3 زائد 2 ناقص z يساوي 3، هذه سالب 1 ناقص z تساوي 3، ومن ثم نضيف 1 لكلا الطرفين، نضيف 1 لكلا الطرفين ونحصل على هذان يتم حذفهما، ناقص z تساوي 4، وبضرب الطرفين بسالب 1 نحصل على z تساوي سالب 4. إذن لقد انتهينا، دعونا نتحقق من أن هذه الحلول x تساوي سالب 1 و y تساوي 2 و z تساوي سالب 4 في الواقع تحقق كل من هذه الثلاثة معادلات، لذا دعونا نقوم بالتعويض في المعادلة الأولى، إذن هذا x هي سالب 1 زائد 2y أي زائد 4 زائد 5z إذن ناقص 20 يجب أن تساوي سالب 17، وهذه زائد 3 ناقص 20 بالتأكيد تساوي سالب 17، إذن فهي تحقق المعادلة الأولى. الآن دعونا نتحقق من المعادلة الثانية، 2x أي ناقص 2 ناقص 3 ضرب y أي ناقص 6، 3 ضرب 2 تساوي 6 إذن ناقص 6 زائد 2 ضرب z وz تساوي ناقص 4، إذن هذا 2 ضرب ناقص 4 يساوي ناقص 8، وهذا يجب أن يساوي سالب 16، ناقص 2 ناقص 6 يساوي ناقص 8، ومن ثم نطرح 8 أخرى ويكون الناتج سالب 16، إذن تحقق المعادلة الثانية أيضا. وأخيرا دعونا نتحقق من المعادلة الثالثة، لدينا هنا 3x ناقص 3 زائد y أي زائد 2 ناقص z إذن ناقص ناقص 4، وهو نفس زائد 4، وهذه يجب أن تساوي 3، إذن ناقص 3 زائد 2 تساوي سالب 1 زائد 4 بالتأكيد تساوي 3، إذن لقد أوجدنا نقطة التقاطع ذات الثلاثة أبعاد أو لهذه الثلاثة سطوح، وهي x تساوي 1 z تساوي ناقص 4 و y تساوي 2، وتحققنا من أنها بالتأكيد تحقق كل من هذه المعادلات.